الشهداء والصديقين. مأتم جديد ونواح وعويل على ضحايا جدد تتفاوت أعمارهم، لكن أداة القتل كانت واحدة، قذيفة أطلقتها الميليشيا من مواقع تمركزها في الجبهة الشرقية، لم تفرق بين طفل وشاب وامرأة، لتكون النتيجة 3 ضحايا جلهم من أسرة واحدة، ممن لا ناقة لهم في المواجهة ولا جمل. وإن كان الحديث عن استهداف المدنيين قد أصبح مستهلكا ومكررا بعد أن جعلت الميليشيا من تعز وسكانها هدفا عسكريا تباشره القصف على مدار الساعة. هنا الأخ يبكي أخاه الشهيد ويئن على أخته المكلومة بابنها الممزقة أطرافه، لكن الألم عندما يتعاظم ويعم أحيانا بل غالبا ما يصبح مصدر قوة وعزيمة تدفع نحو الخلاص، وذلك ما أصبحت عليه تعز. الشهيد أخي واللي أصيبت أختي وزوجه وابنه واللي استشهد بن الكريمة. لازالت المجازر المستمرة في حق أبناء تعز بشكل يومي، وخصوصا في المناطق السكنية الآهلة بالسكان. اليوم حصلت مجزرة حيث سقطت أسرة كاملة عبارة عن أب وأم وأطفالهم في حال خطيرة جدا. أحد الأطفال استشهد، فجر رأسه وبترت بطنه وبترت قدمه. المجازر مستمرة وشنيعة جدا بحق أبناء تعز. في الناحية الغربية من المدينة طفل آخر يضاف إلى تعداد الشهداء في انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا. لا يوجد مكان في المدينة إلا وطاله القصف والدمار ليكون شاهدا على أفعال الميليشيا التي يقول السكان أنها تقود حربا انتقامية ضدهم، وأنها تتعمد توجيه فوهات مدافعها ضد الأحياء المكتظة بالمدنيين.